كنت في زيارة مدينة طنطا عشان أحضر ندوة ثقافية، فروحت داخل متحف طنطا. ده شيء منطقي ومش مفاجئ لمتابعين قناة عالم عمر، عشان عارفين إني بحب جدا المتاحف والرحلات التاريخية المختلفة. المتحف المرة دي underrated ومش واخد حقه خالص، بيجمع عصور مصرية مختلفة من أول مصر القديمة ومرورا بمصر الإغريقية ومصر الرومانية والقبطية والإسلامية. أنا مشغلكوا عرض ملخص باللي شوفته في اليوم ده، لكن ده مش هيغنيكوا خالص عن إنكم تروحوا تزوروا المتحف بنفسكم. المكان نفسه كبير، كان مسموح لي أدخل 3 أدوار أرضي والدور الأول والتاني، لكن كان في أدوار فوق ما دخلوها ليش. طبقا لويكيبيديا لما دورت المفروض المتحف ده فيه 5 أدوار أرضي و3 متكرر كلهم آثار، أما الدور الأخير ده للإدارة. في قطع مهمة كتير في المتحف لأنه بيحتوي على آثار من محافظات الدلتا المختلفة، يعني الموضوع مش مرتبط بطنطا بالذات، إنما هو في الحقيقة بيجمع من محافظات كفر الشيخ والشرقية والدقهلية وغيرهم. ده حتى كمان آثار الغربية نفسها هتلاقي جزء كبير منها جاي من مدينة بسيون التاريخية مش بالضرورة طنطا، وده بيخلي ناس كتير تتساءل طبعا، اللي هو مش المفروض الآثار المصرية القديمة موجودة في الجيزة والأقصر وأسوان بس؟ ده خطأ شائع عند ناس كتير. مصر القديمة حضارتها في كل شبر فيها، اللي لقيناه لحد دلوقتي غير معبر على الإطلاق عن حجم تراثنا الحقيقي. المتحف موجود فيه قطع جميلة مختلفة، بعيدا عن التماثيل المختلفة ديت والرموز الدينية اللي موجودة، في كمان أغراض منزلية وزينة وإكسسوارات بتعبر عن الحياة العادية وقتها، حاجات بتفكرنا بأن مصر حضارة إنسانية ثرية من زمان. في حاجة كمان عجبتني في المتحف، كان في بوابات مزيفة للمقابر، البوابات دي كان بيستخدمها المصريين القدماء عشان يحموا كنوزهم اللي دفنوها مع الموتى، فالحرامي بيجي يفتكر ان ده باب المقبرة الحقيقي وبيشغل نفسه بيه وما يلاقيش الباب اللي هو هيدخله فعلا للمقبرة. في كمان لوحة حراس البوابات، ودي في المعتقد القديم كانت بتحمل النص بتاع حراسة البوابات بتاعة العالم الآخر، واللي لازم المتوفي يعبر منها عشان يوصل لجنة أوزوريس. والحراس ما كانوش بيعدوا غير الناس الصالحة اللي هي عملت خير في الدنيا بتاعتها، ودي فكرة مبسطة عن الدين وقتها، بس التشابهات مع الديانات السماوية التلاتة هتلاقيها كتير، يعني لو انت عايز تدور وتبحث هتلاقي في تشابه كبير بين الديانات المصرية القديمة والديانات السماوية التلاتة المعروفة. وزي ما قلت في أول الفيديو، المتحف مش بيكتفي بالآثار المصرية القديمة، إنما هتلاقي كتير من كافة الحضارات اللي القاسم المشترك بين أغلبهم هو الاهتمام الفريد بأهمية الفن في حياة المصريين. يعني بنتكلم في كل تفصيلة تقريبا هتلاقي فيه فن موجود، اللبس، الأدوات، الأثاث وغيره. لو انت من منطقة الدلتا أو بتزور منطقة الدلتا، ده مكان لازم تزوره، ويمكن لو المتحف وفر مرشد للزوار هيبقى إضافة مهمة جدا. بس حتى من غير المرشد، من السهل انك تقضي ما لا يقل عن ساعة وانت بتتفرج لوحدك وبتقرأ العلامات الاسترشادية. حاجة كمان عجبتني في المتحف، وجود مجموعة ضخمة من العملات اللي من أغلب العصور، الجميل إن أغلبها لسه مقري حتى لو بنسب، في كمان منها بالعربي. كالعادة لو دي أول مرة ليك على القناة متنساش تعمل سبسكرايب لايك شير، ولو بتتفرج عليها من الفيسبوك ممكن تعمل فولو، وأي سؤال معاكم في الكومنتات.